السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة تحت عنوان إضافة مؤشر ماوس على شاشة الموبايل. بصراحة أنا تفاجأت من طلب بعض الأخوة بالتعليقات أنه بدهم حلقة بخصوص هذا الموضوع. ما توقعت انه يكون عندي متابعين من صناع المحتوى، لكن هذا الشيء هو مدعاة فخر بالنسبة لي بالطبع. على كل حال رح نتعلم اليوم طريقتين كيف نقدر نضيف هذا المؤشر الماوس على شاشة الموبايل. مؤشر رح نضيف ماوس بيشتغل نفس طريقة الماوس اللي بيشتغل على الكمبيوتر. اول شيء بدي اياه منكم بتروحوا على الضبط، تدخلوا على الضبط، تنزلوا لتحت آخر شيء، راح تلاقوا خيار إمكانية الوصول مثل ما شايفين، رابع خيار من تحت اللي ما بلاقيه بسهولة فيه ببساطة يكتب هون على الشاشة على اليسار مثل ما شايفين إمكانية الوصول. شايفين هاي أنا طلعت لي هون، هاي إمكانية الوصول. يلي ما بلاقيها بسهولة بده يضطر يعمل له هون بحث. منروح على خيار الخامس تفاعل ومهارات، بتطلع عنا شاشة بهالشكل. ناخد الخيار الثاني قائمة المساعد وبنعطيه تنشيط. شوفوا هلا شو طلع لي، دويرة فيها أربع مربعات ليكني عم حركها أنا. نضغط عليها، في ست خيارات، بناخد خيار المؤشر. شايفين طلع لي فارة نظامية على 24، ومن خلال في قاعدة رح تطلع لكم، هلا ما طلعت عندكم على الشاشة بس تعملوا هاي الطريقة رح تعرفوا قصدي عن هاي القاعدة تبع الفارة. محل ما بتحركوا اصبعتكم مشان يتحرك المؤشر عفوا. وهاي هذا المؤشر مثل مؤشر الفارة تبع الكمبيوتر، من خلال نقرة واحدة تقدروا تفوتوا على اي شيء، يعني ما عاد في داعي تنقروا باصبعتكم لحتى تدخلوا على اي برنامج او تطبيق بدكم اياه. بحال حبيتوا فيما بعد تلغوها بترجعوا على الضبط، بتروحوا على امكانية الوصول مرة تانية، بتروحوا على خيار تفاعل ومهارات، وهلأ منروح على الخيار الثاني قائمة المساعد، هاي رح اشرح لكم عليه. بنعطيه الغاء او عدم تنشيط، هيك بيلتغي بتكون خلصتوا منه. واذا حبيتوا تفعلوه مرة تانية بتتخذوا نفس الطريقة اللي علمناكم اياها اول الفيديو. هلأ بننتقل على الطريقة الثانية للي ما عنده هاي الميزة من الاساس بالجوال، بدنا نروح على متجر بلاي. انا هاي ما رح اكبسها مرة تانية. شايفين اسم التطبيق دائما مرئية الماوس، بتكتبوا بالبحث هون الماوس دائما مرئي، رح يطلع لكم نفس التطبيق. اول خيار شركة اوكي سوفت زائد 500,000 تحميل، نضغط عليه نعطيه خيار تثبيت. انا ما نزلته من قبل لانه رح تواجهكم مشكلة انه ما رح تقدروا عن طريق النقر على الفارة تدخلوا اي تطبيق، فحبيت تخلي الامور واضحة ووفر عليكم وقت. هلأ بتطلع لنا الشاشة بهالشكل بعد ما حملناه، بنروح على الخيار اللي فوق نعطيه تنشيط، ننزل لتحت. شايفين طلع لي الماوس دائما مرئي، بنعطيه تنشيط كمان، هاي طلع. بس لهلأ ما فيني اضغط انا لأدخل على اي تطبيق او شايفين هلأ مثلا انا عم بضغط ما فيني، ما عم يتغير شيء. فبدنا نضغط هون، بتحتاج الى تعيين اذونات لنقرات الماوس. بالضبط هاد اللي قلت لكم اياه، انه ما فيكم تنقروا بالماوس، بدنا نعطيه موافقة يوافق على. بتروحوا على مثل ما شايفين هون عم بأشر لكم الخدمات التي تم تثبيتها. الماوس دائما مرئي غير مفعل، نعمل له خيار تفعيل. رح اشرح لكم بالفاره وين قصدي. شايفين نعطيه السماح،
هلا صار فيني من خلال الضغط على الفارة اللي طالعة عندكم أسفل الشاشة تقريبا، هاي نزلتها، تقدروا مثلا تضغطوا. مثلا رح أضغط أنا هون على المترجم، نقرأ وحدة بفوت على التطبيق، شايفين؟ نروح على برنامج تاني مثلا ننقر عليه مرة واحدة، هاي رجعني لهون، وإذا حبيتوا كمان تلغوها لهاي الفارة تروحوا على برنامج الماوس دائما مرئي اللي حملناه مع بعض، تعطوه خيار هون الماوس دائما مرئي عدم التنشيط عفوا، وهيك بكون التغى من عندكم. وبهالشكل بنختم حلقتنا لهاليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك، وبدكم اي شيء فيكم تتواصلوا معي بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.